إخواني، لقد رأينا في خارج البلد أن هذه الحركات المناهضة للرجل الآن أصبحت، لأنها تتلقى زخما قويا في الدفاع عن حقوق المرأة. صدقوني، لا تريدون هذا في مجتمعاتكم، لأن مجتمعنا غني عن هذه الأمور. لماذا؟ لأن لدينا القرآن والسنة. علينا أن نرجع إلى القرآن والسنة في كيفية التعامل مع بعضنا البعض، لأن القانون الإلهي هو قانون عادل، والقانون البشري هو قانون ظالم غير محكم، لن يأتي إلا بالوبال. وهناك من ينادي بهذه الأشياء في مجتمعاتنا اليوم. علينا أن نتعامل مع هذه الأمور بذكاء وبحكمة، ونتعامل مع هؤلاء الناس بمحبة وعطف ولين، لأننا لحمة واحدة. مهما اختلفنا في الاتجاهات لا يعني ذلك أننا نهجرهم هجرا كاملا، لأننا قد نكون السبب أصلا في ذلك الشرخ. علينا أن نراجع أنفسنا في تعاملاتنا مع أهلنا وأبنائنا في بيوتنا أولا، وفي الحارات وفي المجتمعات وفي المساجد وفي المدارس، هكذا نصنع مجتمعا قويا. القوة في أي دولة ليست قوتها السياسية أو العسكرية، فكم من قوة عسكرية وسياسية رأيناها في السنوات الماضية أسقطت من قبل أفراد مجتمع. هذا الربيع العربي، أو ما سمي بالربيع العربي، ما هو إلا حركة أفراد من الضعفاء تآلفوا وتكاتفوا فأسقطوا أنظمة. رأينا في عمان كيف أن تآلف المجتمع يحدث التغيير، فمع إعصار جونو وإعصار فيت، من الذي سعى سعيا حثيثا ليساعد الحكومة من أجل الإصلاح؟ شباب المجتمع وأفراد المجتمع، رجالا نساء صغارا وكبارا، تآلفوا وتكاتفوا من أجل إحداث التغيير. إن القوة الحقيقية في أي مجتمع هي بقدر تآلف أبنائها وجميع أجيال المجتمع بجميع شرائح المجتمع. هكذا نصنع قوة، وهكذا يريدنا الله سبحانه وتعالى عندما ركز الله في ثلاثة أشياء: علاقة مع الله، علاقة مع النفس والذات، وعلاقة مع المحيط.